طبعا النهارده 30 نوفمبر، النهارده الثلاث، والامواج هايجه وفيها شويه هواء حلوين كده برد، لانه خلاص احنا في الشتاء دلوقتي، وشويه ندخل بقى على 5 درجات حراره تبقى تلج بقى وبرد، ويبقى جو بقى اوروبا. الله عليك الله عليك الله عليك وعلى الامواج، الله عليك. إذا كنتم بتحبوا الأجواء الحلوة والغيوم، الأجواء الحلوة زي جو أوروبا كده، اعملوا لايكات على القلب عشان الواحد يستمر. الواحد ما بقاش ينزل فيديوهات على طول باستمرار زي الأول. أنتم نايمين وتنيمونا معاكم على القناة. بسم الله ما شاء الله، قنوات عليها أعمال جديد 3 مليون و2 مليون، قناة بتاعت الرياضة ولا بتاعت الطبخ، ما شاء الله اللايكات شغال عليها والمشتركين بيرتفعوا، لكن انا لا. ليه؟ عشان كل واحد عايز يبقى بمزاجه، اللي عايز يشترك واللي مش عايز يشترك واللي مش عارف ايه، رغم ان انا فيديوهاتي كلها حلوه ومنوعه.